أعلنت وزارة الدفاع عن وقف فوري لإطلاق النار في محافظة عمران ابتداء من الساعة 12 ظهرا في جميع نقاط وبؤر التوتر. الاتفاق نص على إيقاف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من جميع الأطراف ونشر مراقبين عسكريين محايدين للإشراف على وقف إطلاق النار، إلى جانب انسحاب المسلحين من محيط السجن المركزي في المحافظة ونقطة السحب وفتح طريق عمران صنعاء على أن تتولى الشرطة العسكرية مسؤولية تأمينها. الاتفاق جاء بعد أسابيع من المواجهات الدامية وسقوط المئات بين قتيل وجريح وتضرر الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة.